عبر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس خلال استضافته على قناة ميديا تي في، عبر عن امتنانه للملك محمد السادس على دعمه لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بما مكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منه على كافة المستويات. لنتابع. أعبر عن امتناني لجلالة الملك محمد السادس على رؤيته ودعمه لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في أرض إفريقية، كما أشكر صديقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على التنظيم الناجح لهذا الحدث الدولي في ظرف دولي خاص، حيث من الضروري توجيه رسائل السلام والتعايش والاحترام المتبادل. وتميز هذا المنتدى بالرسالة السامية التي وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في المنتدى، وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المتدخلين الشباب والذين عبروا عن نفس الالتزام والمسؤولية. وأود أن أوجه كلمة لكافة المغاربة والأفارقة أن هذا المنتدى كان ناجحا بكل المقاييس، وهو نجاح للمغرب وللقارة الإفريقية وخاصة لمدينة فاس وما تمثله من مكانة مهمة كمعلمة حضارية.